الإله القدير خالق الكون غالب الموت ارتضى أنه يكون طفل فقير بمزود فقير، ولد من امرأة تنكون نحن أولاد لله، ولد بالجسد حتى نولد نحن بحسب الروح. بهالمناسبة الحلوة دايما الاحتفال بيكون غير شكل، دايما بيكون من القلب، وطبعا الترتيلة والغنية والموسيقى هن أحسن وأهم تعبير عن فرحتنا بهالعيد المجيد. مع ميوزيكال أكيد ومع غسان يمين اليوم احتفالية كتير كبيرة. بونجور. بونجور كاتيا، بونجور للمشاهدين، وعليك وعلى عائلتك بالصحة والخير. بعيد كل المشاهدين أكيد إن شاء الله بيكون كتير خير عليهم وبدخل فرح قلوبهم، وهذا اللي عم نحاول نعمله مثل كل أحد بميوزيكال اليوم بشكل خاص، لأنه رح يكون حلقة عنا ثلاث أقسام رح تكون بثلاث ستايلز مختلفين بالموسيقى. بقى بتأمل أنه عن جد نقدر ندخل فرح على قلوب المشاهدين. أول مفاجأة اليوم بميوزيكال، تحية كتير كبيرة لفادي جانبار يلي موجود معنا اليوم، وطبعا رح تكون احتفالية مع الريبرتوار يلي اختار لنا إياه لليوم. أكيد أكيد، أنا بصلي كتير اليوم يكون معي باريتون فادي جانبار اللي هو أستاذ غناء بالإيكول ديزار غسان يمين، ورح يرافقوا كمان على البيانو مارك بركات. اهلا وسهلا فيكم، ورح نبلش ديريكت قد ما فينا نستفيد من وجودهم باول مقطوعه اللي هي بانيس انجيليكوس، واللي هي وحده من ثلاث خلينا نقول نصوص كتبها سان توما داكان، ورجع اجى سيزار فرانك سنه 1872 وحتى يعني كتب موسيقى عليهم. بقى اليوم رح نسمع أول مقطوعة اللي هي بانيس أنجيليكوس من سيزار فرانك. فادي فعلا nice.
كثير بنفوت بجو العيد بطريقه رائعه جدا. اي عم نطلع هلا كريشندو رح تشوفي كاتيا. هلا الموضوع الثاني اللي هي كمان من الاشياء التراديسيونيل جدا بلانويل اللي هي مينوي كريتيان اللي ألفت سنه 1843 ألفها بلاسيد كابو اللي هو الكاتب إذا بدك، وهي اجت بطلب من الراهب اللي تبع المنطقة اللي اسمها روكمور بفرنسا، وكان الهدف منها أنه يعملوا نوع من احتفال كرمال يقدروا يرمموا الأورج تبع الكنيسة لأنه كان وضعه سيء جدا بوقتها. قالوا هذه مناسبة بنعمل أغنية ترتية خاصة وبنعمل نوع من هيك يعني بليلة نويل الناس بتكون كريمة أكثر بالتبرعات اللي بتعملها. هلا للأسف اللي صار إنه وقت طلبوا من أدولف أدان هو يعمل الموسيقى عليها كان مفترض الكونتاتريس اللي تقدمها لوهي يعني هي اللي تأديها. هلا اللي صار إنه ولدت قبل قررت تولد قبل بست أشهر وكانت ولادتها شوي صعبة، بقى طلب منها الأطباء طلبوا منها إنه أفضل ما تعمل تنتقل لهونيك على روكمور لأنه هي كانت ببيريز. دونك ما صار هذا الشيء سنة 43 ما أدوا هذه الترتيلة. سنة 46 بيتوفى الخوري اللي هو طلب من هذا، دونك ما سمعها هذه المقطوعة. تخيلي بقى بيقرروا سنة 47 لأول مرة إنه تخليدا للذكرى بتتقدم أول مرة. دونك مينوي كريتيان من فادي جنبار. Was born. Oh, no.
عن جد يعني بيروح واحد بغير دني و حلو نكون عم نعيد هالعيد بصلاة من هالنوع. صح. كل أمل وكل رجاء. صحيح صحيح. رح ننهي كاتيا بأغنية كمان كلنا منفكر فيها وقت نويل، هي بوتي بابا نويل، اللي هي بالأساس ألفت لأوبيرات وما خاصة كان بنويل، ورجعت بعدين سنة 1944 يعني المؤلف اللي هو مارتيني رجع عمل عليها كلمات خصوصي لنويل، وهي بتحكي عن طفل عم يطلب من بابا نويل انه يرجع بيو اللي محبوس اللي مسجون يطلعه من الحبس. بقى هيدي بتحكي عن هذا الموضوع هيك بشكل ملخص. دونك رح ننهي ببوتي بابا نويل مع فادي جونبار ومارك بركات اكيد عم بيرفقوا. Son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Tant que le jour se lève, pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. وقفة ونرجع نحن نتابع نحن وياكم احتفالنا بعيد الميلاد المجيد على أمل مثل ما بتقول الغنية، ما يضل ولا إنسان ما وصل له هدية، بس كمان يعرف كل إنسان أنه هو بابا نويل. كمان خليكم معنا. We never thought there'd be an end. And I remember looking at you then. And I remember thinking that Christmas must have been made for us.